هذا واقع وكل مكان فيه مسبات. عم بيسب على الام. كان اخو شو كان يقول له؟ اخوات بتسمع عليهم انا بخجل. يعني انا اذا سبيت بعبر عن تحرري. اذا الانحطاط الاخلاقي صار اسمه تحرر ف يعني على الدنيا السلام. اليوم بالكلام بكره بشي ثاني. مؤخرا في مسلسل اسمه ترتيب خاص عمل ضجة على السوشيال ميديا بسبب استخدام مسبات بتنحكى بالشارع وسبقه كمان الهيبة والزند اتبعوا نفس الاسلوب. برأيك هل استخدام هيك نوع من المسبات بالمسلسلات هي عكس للواقع ام هي عم تسيء للواقع؟ ترتيب خاص حضرته وطلع فيه ايه مشاهد يعني جريئة كتير وفي كمان هيك الفاظ خادشة للحياة نوعا ما. هي المشاهد لا المفروض ما تنعرض على التلفزيون حتى لو كانت بتعكس الواقع. ما بتحسن تحضرها مع عائلة حتى لو كان على منصات. معلش المفروض ما يورجوا هذا الجانب من الواقع. لازم تاخذ بالحسبان انه في كثير شرائح عم تتابعك، شرائح عمرية، فانت يعني عم ترسخ هذا الشيء عندهم. يعني الاطفال عم تحاول تتقلد شخصيات المسلسل يعني كوبي بيست مثل ما هن بالتصرفات بالكلام اللي عم يحكوا. سباتي مش تحرر فكري، بالعكس يعني انا اذا سبيت بعبر عن تحرري. ما بشوف هذا الشيء صح ابدا. لا لما هو الشخص يحكي المسبه بينه وبين شخص ثاني هو حر، بس ولكن لما يعرض هاي المسبه على الملأ هذا مو على تحرر فكري. هي فيها نقل للواقع بس بنفس الوقت عم تعطي اساءه للمجتمع. يعني هي نحن اي لفظ سوقي نحن بنسمعه فبننقله ل اعلام او السوشيال ميديا او المسلسلات فبتكون غلط كتير. ما بكفي تربيه المجتمع الشارع السوقي يعني فراح يصير في تربيه تانية يعني هي من المسلسلات عم تتغل. اذا الانحطاط الاخلاقي صار اسمه تحرر ف يعني على الدنيا السلام. عم بيحاولوا يصيروا مثل الاجانب، يعني بده يودينا لمحل تاني. يعني ممكن مثلا اليوم بالكلام بكره بشي تاني. هاي الاشياء خاطئه، ولانه نحن اول ما بنعلم الولد شو بنعلمه؟ عيب، ما بصير كذا. الزند صار فيه كتير حكي مسيء، أيام بيكون عم بيسب على الأم، عرفت علي كيف؟ بطريقة مبطنة. في عالم بتفهمها يعني، وفي أطفال حتى بتفهمها. تفرج على الولد بالشارع صار بيحكي مثله تماما، ولاك وكذا وهيك. هذا واقع وكل مكان فيه مسبات وبكل مجتمعات فيه هذا الشيء، بس معني مع أنه تنتقل عبر الدراما. يعني إنه شو خدمة صراحة هي بتسيء للمجتمع السوري والواقع السوري. هالعبارات بتترسخ بذهون الأطفال والصغار، بصير بيفكروا أنه هي شغلة حلوة، والله أنه هالجملة لازم تنحكى، بالعكس مضرة وظاهرة سيئة جدا. هي بتكون الواحد بيقدر يعكس الواقع بطريقة شوي كلاس أكثر. المفردات ما بتوقع أنه إلها أي غرض درامي، يعني بيعكس انه شيء صوره حلوه، وبالاخير بنعطي صوره عن بلدنا وعن حالنا كدراما، فما اعتقد انه لها تاثير ايجابي. يعني كثير غلط. طبعا انا ما بتابع مسلسلات كثير، انا بقدر اجيك من ناحيه الاغاني. الاغاني هي كمان لسه أسوأ من المسلسلات. كذا غنيه فيها الكلمات البذيئه كثير شيء يعني منحط، يعني مثل واطي واطي، يعني هي كثير ما حلوه. او في كذا غنيه لسه ابشع من هيك، وقت بتسمع عليهم انا بخجل. يعني تكون مثلا بالسيارة بيرك حيطة الغنية بتطلع ومعي ضيف معي شخص، أنا بتلاقي الموضوع جدا سيء.